شغل حرية عدالة اجتماعية، شغل حرية عدالة اجتماعية. تحرك دعته لجنة المساندة المضربتين عن الطعام بسمة المحمودي وسمية الجبالي، عندهم توا في إضراب جوع في مقرات التونسية دفاع عن حقوق الإنسان من تاريخ 17 جوع، معناها توا بريسك 24 يوم. الحالة الصحية نتاعهم أصبحت خطيرة برشا، خاصة أنه سونيا عندها مرض الإبطن، معناها الوضعية نتاعها أصبحت حرجة جدا ومهددة بالموت، والسلطات ما زالت ما جاوبتش. بالنسبه لبسمه المحمودي هي معطله على العمل عندها 10 سنوات، الوضعيه الاجتماعيه نتاعها كيف اغلب الفئات الاجتماعيه المفقره في تونس، هي انسانه محرومه من حقها في التشغيل وصاحبه شهاده استاذيه في الحقوق. مطلب نتاعها واضح، هو العيش الكريم، الطالب باش يتم تشغيلها. سونيا الجبالي وضعيتها وضعيه اخرى، هي تم فرزها فرز نقابي بالتحديد وفرز اجتماعي. كيفاش؟ كانت مناضلة في القطاع الخاص، ناضلت من أجل حقها النقابي، حقها في ممارسة العمل النقابي، إلا أنه يتم طردها طرد تعسفي. تلقى روحها اليوم من 2014 تدور على البلايس الكل، ديما يطردوها على خلفية نشاطها النقابي اللي قامت به في السابق. هي ناضلت ضحات بروحها كمناضلة نقابية سابقة، ضحات بروحها، جات هي على برا من الخدمة متاعها، لكن نجحت في أنه رجعت أكثر من 50 خدام. قضية سونيا الجبالي قضية وطنية بامتياز، الكلنا كلجنة مساندة اليوم باش نساعدوا تحركاتنا، باش نزيدوا نكثف التحركات، ماناش باش نسمحوا لسونيا باش تموت. وإذا كان ماتت سونيا شكون يتحمل مسؤولية؟ السلطات هي اللي تحمل مسؤولية بالطبيعة.